اتفضل. الحلقة ديت اعملها عشان لو انت محتاج ابنك تشتري له عجلة وما انتش عارف مقاسه، في الحلقة دي هقول لك المقاس بتاعي المناسب لابنك او لطفلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معاكم السيد كشكوشة، اهلا بكم جميعا. الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم فيها على مقاسات الدراجات الهوائية للاطفال. وقبل ما نبدا نخش في الموضوع، بقول لكل الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتنا ولسه ما اشتركتش معانا في القناه، اشترك وفعل زر الجرس واعمل لنا لايك عشان يوصل لاكبر عدد مشاهدين. طبعا الحلقه ديت حلقه مقاسات الدراجات الهوائيه، يعني انت لو انت ابنك صغير ومش عارف مقاسه، عاوز تشتري له عجله ومش عارف مقاسه، في الحلقه ديت ان شاء الله هعرفك ازاي تشتري المقاس المناسب له. يعني بمعنى ايه؟ يعني انت ابنك عنده مثلا 12 سنة وعاوز له عجلة معينة، فانت مش عارف هتروح تشتري له عجلة ايه؟ ففي الحلقة ديت هقول لك تشتري له عجلة نوعها ايه. المقاسات الدراجات الهوائية للأطفال. طبعا معانا خمس مقاسات مختلفين عن بعض. هنبدأ من المقاس الصغير للمقاس الكبير. هنقول لك نوع العجلة وإلى عمر كام للطفل اللي هيركبها. طبعا أول مقاس معانا من ضمن المقاسات دي اللي هو المقاس الـ 12، وطبعا الطفل بيبقى لسه صغير وبيعرفش يركب العجلة، والعجلة دي بتبقى طبعا بسندات وعجلة أصغر عجلة بالمقاسات كلها. وطبعا العجلة دي طبعا اللي بيركبها من عمر سنتين لأربع سنوات. دي تعتبر أول مقاس معانا اللي انتوا شايفينه في الصورة امام حضراتكم. طبعا تاني مقاس معانا ضمن المقاسات دي اللي هو مقاس ال 14، والمقاس ال 14 ده يعتبر تاني مقاس بالنسبة مقاسات الدراجات الهوائية. وطبعا المقاس ال 14 غير متوفر في مصر بكثرة، تمام؟ فاحنا بنجيب المقاس اللي هو اكبر منه واللي هو المقاس ال 16. المقاس ال 14 ده بيركبه طفل من عمر من 5 سنوات لاربع سنوات. ثالث حاجه معانا وهو المقاس ال 16. مقاس ال 16 ده طبعا بتبقى عجله بسندات، وطبعا الطفل لسه ما بيعرفش برده يسوق في العمر ده. في بعض الاطفال في العمر ده ممكن يسوق اي عجله، ومش لازم يعني ان الطفل مثلا، في بعض الاطفال بيبقى عندها مهاره في السواقه، وممكن انا عندي مثلا طفل زي سفيان ما شاء الله بيسوق عجله حتم مقاس 26، ما بتفرقش معاه في المقاسات. المقاس ال 16 معانا ده طبعا الطفل من عمر 8 سنين ل 5 سنوات امام الصوره لحقام حضراته. المقاس اللي بعد منه وهو المقاس ال 20. المقاس ال 20 ده طبعا بتبقى العجله بتيجي طبعا من غير سندات، مش زي العجله 16 ولا 12. الطفل ده بيقدر يسوق العجله، وديت العجله دي من عمر 7 سنين ل 11 سنه. مراجعه سريعه على المقاسات الدراجات الهوائيه اللي احنا قلنا لكم لحضراتكم عليه. المقاس ال 12 من عمر سنتين لاربع سنين زي ما حضراتكم، والمقاس اللي بعد منه المقاس ال 14 من اربع سنين لخمس سنوات، طبعا ده العمر الافتراضي بتاع الطفل، والعجله ال 16 من عمر 5 سنوات الى 8 سنين. واخر مقاس معانا اللي احنا قلنا لحضراتكم من مقاس ال 20 اللي هي العجله مقاس 20 ديت، من عمر الطفل من 7 سنوات ل 11 سنه. وان شاء الله لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك، وما تنساش اشتراك في القناه وفعل زر الجرس، واعمل لنا لايك للفيديو. ونقول لكم نشوفكم في فيديوهات تانيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.